بين انه غرض يوسف عليه السلام كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى، غرض يوسف عليه السلام لم يكن غرضا شخصيا، يعني لم يطلب الإمارة لمصلحته الخاصة، إنما طلب الإمارة للمصلحة العامة. عشان كده يا أخواننا المسألة لو كان فيها ضرر عليك أنت كشخص، لكن هذا الضرر اللي بيلحقك أنت كشخص في مقابله في مصلحة لجميع الأمة، فالمصلحة العامة، المصلحة العامة بتخليك أنت تقع في الضرر الخاص ولو بسيط عليك أنت، عشان تدرك المصلحة العامة. عشان كده السعدي قال وهذا كان للمصلحة العامة. حتى يوسف عليه السلام ذكر في كلامه، قال اجعلني على خزائن الأرض، قال إني حفيظ عليم، يعني عندي علم بتصريف المال ده في محله، وإني حفيظ أي أنا أمين على المال، أمانته على المال بتنتفع منها الأمة كلها، ولا ده شيء خاص به هو؟ ها يا أخوانا، الأمة كلها تنتفع منها الأمة كلها. ولذلك أخواننا ذكر العلة في الآية ذاتها، إنه كون يوسف يكون من ضمن الحكومة ويكون هو العميل بتاع المال، دي فيها منفعة للأمة لأنه هو أمين. طيب يا أخواننا المسألة اللي أنا أقدر أعلق عليها شنو؟ الشيخ جزاه الله خير قال إنه قضية طلب الإمارة في الأصل محرمة، يعني ما تطلب تقول تعالوا بقوني حاكم إلا بالضابط اللي ذكره، كويس؟ طيب، وذكر إنه إذا كان الإنسان من أهلها، الكلام ده أقدر تنتبه مع أي جزئية منه، لأنه لو فاتتك جزئية تتلخبط عليك الكلام اللي بعديها، كويس؟ إلا أن يكون الإنسان من أهل الإمارة ويغلب على ظنه إنه حينفع الناس، ويغلب على ظنه إنه لو هو تقاصر عنها، لو هو ابتعد، الزول الأمين العليم التقي لو ابتعد عنها لجاء مكانه المفسد، وده حيضر البلد كله ويضر الإسلام والمسلمين. طيب، بهذه القيود يطلب الإمارة، لكن أنا تعليقي على مسألة كيف يكون الإنسان أهلا للإمارة؟ ما هو إلا يا جماعة لو فتحت على الناس أي زول بيجي جاري لي طوالي أنا وانتخبوني وأنا الداير، كويس؟ إلى آخره. لكن في الشريعة الإسلامية من هو من يعتبر أهلا للإمارة؟ منو؟ طيب، قبل ما أتكلم عنها لابد أن تفهم مسألة اللي هي في فريق إخواننا بين التكلم في مسألة الحكم، بين التكلم عن الحكم كمسألة علمية، ما يجب على الحاكم وما يجوز له وما يحرم عليه وما يجب على الرعية وما يجوز لهم وما يحرم عليهم كمسائل علمية، انتبه الكلام عنها كمسائل دون التعرض للحاكم، حاكم البلد أو حاكم المسلمين، دون التعرض له لا تصريحا ولا تلميحا، لأنه في ناس الواحد ما بصرح ما بقول لك ده الحاكم بتاعنا الحكومة، لا لا، لكن يشير ويلمح ويطعن طعنا خفيا، يلمز ويغمز، ده كله محرم. كونك تقول
من واجبات الحاكم يفعل كده وكده وكده، من الحرام على الحاكم يفعل كده. ده حاكم عموما، حاكم ما، ده كلام عام ينتفع منه الناس جميعا، نصح، ده تعليم كويس، ده براو. لكن ما تجي تغمز في الحكومة بتاعتك أو تتكلم عن الحاكم باسمه أو بغير اسمه تصريحا أو تلميحا، دي ممنوع. عليه بجي بعد شوية بذكر لك إن شاء الله تعالى الأدلة علينا ممنوعة، زد على ذلك المفاسد اللي بتترتب عليها، ودي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ناس قد يعترضوا يقول لك يا مولانا طيب ما في تاني ناس قاعد تتكلموا فيهم، العلماء تتكلموا فيهم، الأولياء تتكلموا فيهم كده. يا أخوانا قضية عدم التكلم عن الحاكم، العلماء قالوا هذا حق خاص بالحاكم بس، خاص بالحاكم ولا يدخل معه العلماء. الليلة ممكن تنتقد عالم من العلماء، تكلم تقول العالم الفلاني قال كذا والصحيح كذا. الآن العلماء منتقدوا علماء كبار، الإمام مالك، إمام مالك مش عالم كبير جدا، علماء الأمة من الأئمة الأربعة، يقول لك مالك رحمه الله تعالى لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، والحديث موجود وصحيح في الصحيحين، ما أخذوه الإمام مالك، والصحيح إنه نأخذ بحديث البيعان بالخيار. ممكن إنسان ينتقد الإمام مالك رحمه الله تعالى، في الشرع يجوز، والعلماء انتقدوه في مسائل دي، ده ما حقه، حق السكوت ده حق الحاكم، وبجي بوريك الدليل عليه بعدين. لكن الآن احنا بصدد شنو؟ الكلام عن هذه المسائل، ما هي الواجبات على الحاكم؟ وكيف يكون الحاكم أهلا؟ ده بغض النظر عن الحاكم منو أو بتطعنه تتكلم فيه، ده موضوع براوتان. كيف الزول يكون أهل؟ العلماء قالوا يدور الأمر ده كما ذكر ابن تيمية، عنده كتاب اسمه السياسة الشرعية، كتاب قيم جدا، شرح الشيخ ابن عثيمين السياسة الشرعية، وشرحه تلميذه ابن القيم كتاب اسمه الطرق الحكمية، بيّن فيه المسائل دي كلها. وكذلك الإمام الماوردي عنده كتاب قيم وهو من الشافعية. المهم الحاكم يكون أهل كيف؟ الموضوع ده كله بدور على أمرين، كما قال الماوردي رحمه الله تعالى، قال يدور على صيانة الدين وسياسة الدنيا، ده المهمتين الحاكم. وإنت لو بتعمل ممكن بعدك تكون أهل لأنك تحكم. صيانة الدين وسياسة الدنيا، أصو ده اللي بيصلح العباد، تصلح لهم دينهم وكذلك دنياهم. أما ما يتعلق بالدين، عمر بن عبد العزيز وهو المشهور الإمام العلم من الأئمة الحفاظ من أئمة الحديث، ودي أشياء الناس بيعرفها عن عمر بن عبد العزيز. علينا الواحد لما تسأل تقول عمر بن عبد العزيز يقول لك أيوة، عمر بن عبد العزيز طبعا حاكم عادل، وهو من أشهر الحكام العدول في الشريعة وكده وفي التاريخ الإسلامي، ده الناس اللي بيعرفوا عنه. فوق ذلك، فوق ده، عمر بن عبد العزيز كان علما من أعلام المسلمين في الشريعة، ومن الأئمة الحفاظ، حفاظ الحديث، يعني حفاظ الحديث ذي يا أخواننا من أعلى مراتب أهل العلم، وكان ثقة روى له كل أهل الكتب، الصحاح والمسانيد والمعاجم والمستخرجات روى لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كويس، قال لك كلمة جميلة بتدل يا أخواننا على صيانة الدين، قال لولا أني، وهو حاكم الوقت ذاك، أحيي كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة ما أحببت البقاء فيكم محلبشات أو فواق ناقة. فواق الناقة يعني شنو؟ يعني بين الحلبتين، ناقة يحلبوها الصباحية ويحلبوها الظهر. قال أنا والله ما أحب أعيش فيكم ظهرية لولا أني
كل يوم أحيي سنة، كل يوم بحي سنة جديدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويميت بدعة من البدع. دي صيانة الدين يا أخوانا. صيانة الدين تقوم على تعزيز التوحيد ومحاربة ضده الشرك، تقوم على تعزيز السنة ومحاربة ضده البدعة. ابن مسعود رضي الله عنه لما كان أميرا على الكوفة، كان هو الأمير، فجاء أبو موسى الأشعري دخل المسجد قال فوجدت الناس حلقا، قاعدين حلق دوائر، كوم بجاي وكوم هناك دائرة وكوم بهناك، لقى الناس دوائر، أي دائرة قاعد فيها واحد شال له حصى في يده، حصى بعده به يدع كده يقول لهم سبحوا 100، أحمدوا 100، هللوا 100، دعم الفار رئيس الحلقة معه كوم قاعدين بهنا بهنا. أبو موسى عمل شنو؟ مشى للحاكم طوالي، لأنه يا أخواننا هذه من أولويات الحاكم. طوالي ما ضلوا، لقوا لقى في ناس منتظرينه جنب الباب، وده من الأدب يا أخواننا، من الأدب مع أهل العلم إنه ما تعمل لي إزعاج، كويس؟ بأدب تتعامل معه. لقى الناس منتظرين، انتظروا برا لحد ما يطلع. أول ما طلع ابن مسعود طوالي شكى له الحاصل، قال رأيت أمرا ولم أرى إلا خيرا، يعني وفي النهاية خير، يعني ناس بيسبحوا كده. لكن ابن مسعود طبعا أفقه أعلم وهو الأمير، قال ما رأيت إلا خيرا. طيب رأيت شنو؟ وراه الحاصل، ناس قاعدين حلق. ابن مسعود قال له طيب ليه ما كنت أقول لهم عدوا سيئاتكم، هم عاملين فيها بعدوا يعني بالحصاص، كنت أقول لهم عدوا سيئاتكم، قال فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. مشى لهم طوالي، حاكم دخل ما يقدر يتكلموا كثير، دخل على المسجد، قال في رواية ابن وضاح قال فركل الحصى، أصحاص اللامين ذاك أول حاجة شلت لهم بكراؤه، شلت لهم كويس. بعد ذلك قال ما أسرع هلكتكم، تهلكوا سريع، قال هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني لسه العهد بالنبي قريب، هدومه قاعدة والأواني العدة بتاعته قاعدة. قال إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة هي أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختاروا قال لهم واحدة منين، إنتوا أخير من النبي ولا إنتوا بتاع ضلالة؟ أصل إنت جبت بدعة جديد في الدين، واحد من الاثنين دين، أقنعنا بواحدة، مو جبت ذكر وتلقى ماسك له ويريد صلاة الفاتح ولا صلاة منو ما عارف ورر الليل كله. يا عمي واحد من اثنين، إنت أفضل من النبي ولا إنت بتاع ضلالة؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، دارين الخير إحنا. قال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغوا، نهاهم عن ده، أنكروا عليهم، كويس. الرابي بتاع الأثر في النهاية كده قال ولقد رأينا هؤلاء القوم يطاعنوننا يوم النهروان، أول ما جات الحرب مع الخوارج الجماعة عاملين فيها مولانات قاعدين في الجامع ديلك شايل لهم حصحاص سبحوا واحمدوا، مرقوا مع الخوارج بيقوا بيطعنوا في الصحابة في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن في النهاية انتهى منهم. الفائدة يا أخواننا والشاهد وين؟ الشاهد ابن مسعود الحاكم من المهمات اللي اهتم بها، اهتم بشنو؟ صيانة الدين يا أخواننا، الدين. ولذلك من حرص الحاكم أن يحرص على العقيدة ويحرص على السنة ويحرص على الأخلاق والآداب الإسلامية ويطبقه، إما وهذا هو الأولى طبقه في الناس بالعلم، ينشر العلم ويفتح أبواب العلم ويعلم المجتمع ويربيه ويأخذ بيد المجتمع جميعا إلى الخير.
إن الناس من قادوا بالعلم وبالهدى ينقادوا بالسيف وبالسياط. الحاكم لا يفتح الباب للشر ينتشر وهو ينظر، يصلح بالسيف ويصلح بشنو يا أخواننا؟ يصلح بالعلم، تمام؟ والدين كما قيل إما علم أو سيف ناصر، إما يجب العلم أو يجب السيف. لما كان في مبتدع في زمن خالد بن عبد الله القسري، وإن كان خالد ذاته سبحان الله، يعني العلماء كما قالوا ينصر الله هذا الدين بالرجل الفاجر كما جاء في الحديث، هو خالد بن عبد الله القسري ذاته العلماء تكلموا فيه كما تكلم فيه ابن معين وغيره، ذاته كان فيه نوع نصب. لكن ما عدا لما جابوا له وقال له الجعد ابن درهم يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر آيتين من القرآن. أيوة جابوا يوم الجمعة يوم العيد، انتهى من الخطبة قال أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منا منكم، إني مضح بالجعد بن درهم. قاعد تهيب نزل عليه وضبحه. انت عارف مبتدع يضبحه الحاكم، يعني يضبح مبتدع ده كسر أبواب كثيرة من البدع، لأنه تاني الزول أول ما يفكر له في بدعة بيتذكر السيف. ها؟ عشان كذا قال أبو تمام قال السيف أصدق أنباء من الكتب. في ناس الكتب ما بتحل لهم مشكلة، تقول لك قال ابن حجر وقال ابن تيمية وذكر النووي، شغال في شغلته داق في نوبته. ها؟ لكن أول ما تقول له أنت سمعت الخبر؟ ما سمعته في شنو؟ واحد ضوى حامس جابوه في التلفزيون. ها؟ ما له ده عمل شنو؟ يقول لك والله اسمه حكموا عليه انه مبتدع لعب بالشريعه الاسلاميه ضبحوه حكومه. ده ثاني بيعمل حسابه. فهمت؟ نازل تمشي عادل ثاني واحد يقول لك ها؟ بس كده بالضبط وريني قال شنو؟ عشان يعمل حسابه منا. لا قالوا ما دي براها. يقول له نازل الحكومه قالوا ما قال دي براها. في وحدات ثانيات برضه اي بدعه بتجيب لك السيف. انقفل الباب. وكما قيل ونسب الكلام لعثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ده في حالة ضعف النفوس يا أخواننا، في حالة ضعف النفوس. وإن كان الأولى إنه الناس تنقاد بالشرع، زول يخاف من الله ما من السيف، خاف من الله. لكن بالنسبة للمصلحة العامة بتاعت المجتمع إنك أنت تنزجر، خفت من الله ولا من السيف؟ الواجب تخاف من الله، ده ما بخصك أنت، خصك انت ده بعدين في علاقتك مع ربك. لكن المجتمع ده والبفيد في صلاح المجتمع انك انت تخاف، تخاف من الله، تخاف من السيف، فهمت؟ تخاف من اي شيء بس تخاف عشان المجتمع ده يسلم منك. ده يا اخواننا والكلام يطول فيما يخص صلاح الدين، وهذه من الاولويات التي وضعها حكام المسلمين في العصور الاولى. دي من الاولويات كانت. ولا ينقطع الخير من حكام المسلمين في الباب ده. يعني ما تتخيل وإن كان في حكام المسلمين ممن جاء بعد القرون الأولى جاء فيهم ناس فيهم شر من بعد القرون الأولى، لكن شنو يا أخواننا؟ لم ينعدم الخير فيهم، تلقى في جوانب شر وفي جوانب بتاعت خير هناك. عموما الجانب الثاني يا أخواننا صلاح أو سياسة الدنيا. وسياسة الدنيا الناس بيعرفوها، كيف ينظر الحاكم إلى ما يصلح العباد من حيث النواحي الاقتصادية ومن إلى آخره. دي تفاصيل قد أنا ما أعرفها وغيري يعرفها أكثر مني، كويس؟ لكن البهوم فيها شنو؟ أن الحاكم له أن يتعامل مع الكفار في هذا الباب، ما في مشكلة. لأنه في ناس الليلة بيظنوا متى ما الحاكم تعامل مع الكفار جاب لك كولا يقول لك دي جايه من اسرائيل، اها، وجاب لك بهناك بيبو ولا شنو ما عارف، تعال وجبنه وجبنه كوكو وجبنه شنو حاجات كده بيجيبوا لك، بيجيبوا لك الدراويش دي لك ناس بتاع داعش، الدواعش يجيب لك صف يقول لك جبنه ميكو وما تعرف حلاوه كوكو
وشنو دي كلها يقول لك هي من الكفار لا يجوز. منو قال لك لا يجوز؟ منو قال لك؟ وفي حاجة أنا قال نصني عاسي يا أخواننا، التعامل مع الكفار في أمر الدنيا ما فيه باس، ده تعامل المعيار بتاعه المصلحة، مصلحة بتاعتنا. في لبن في هولندا، لبن ظريف بيجيبوه من هولندا، يقول لك آه هولنديين ده الكفار يا أخي، أنا عارفهم عارفهم. البقرة دي كافرة؟ البقرة أنا موضوعي مع البقرة دي بس. يا أخي ما أنت في ناس عبيطين، الواحد ما بيفهم الفرق بين التعامل في دين والتعامل في دنيا. التعامل في الدنيا ما في مشكلة، ولا غريبة تلقى صار لك وش وراكب العربية يقول لك لا يجوز هذا، ما بدوس شنو؟ يقول لك ما تدرس في كلية الطب ولا كلية البيطرة، ليه؟ هذه علوم كفار، والراكبة دي سوتها أمك العربية الراكبة دي. ناس عجيبة ما يفهم، ما يفهم ذاته. فليس يا أخوانا كل تعامل مع الكفار محرم إلا إذا كان فيما يضر، شو بضر المسلمين. إذا كان الكولا دي بس أنت تعال أقنعني قول له يا أخي دخيل المعمل، الكولا دي بتضر، بتسوي شنو؟ بتسوي المرض الفلاني، حرام دي، حرام تاني دي، كان مش كان سوا كافر دي، كان سوا واحد دقنه ليه هنا برضو حرام، لأنه الحرمة مش في السوا منه، الحرمة فيها هي ذاتها في رقبتك، حرام. الشطة حقتنا دي يقول لك جبانيت، الشطة دي لو بتضرك تبقى حرام عليك، الشطة دي ما كافرة ولا سواها هولندي، قاعدة هنا بزرعوها بجاي، تبقى حرام عليك. ليه؟ لأنه فيها ضرر. فكل ما يصلح في أمر الدنيا شؤون الناس، الحاكم تعامل فيه مع كافر، تعامل فيه مع غيره بما يراه الحاكم مصلحة للبلد، لا ما في إشكال يا أخواننا، ما في إشكال، وليس مما يضر. طيب آخر مسألة دار أقف عندها، اللي هي إذا كان يا أخواننا النصح العام أو الكلام في المسائل العام بجوز، يعني تقول هذا حلال وهذا حرام والحاكم يجب أن يعمل ويجب أن لا يعمل، طيب ليه ما أوجه النصح ده للحكومة أو أوجه لهم بطريقة غير مباشرة؟ أتكلم معهم في حاجات هنا، في مشاكل يعملوها، في أشياء يصلحوها. المسألة دي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كحق خاص بالحاكم، ليه نهى عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح، ينصح مش ينبز، هنا وده كان النصيحة فيها ضوابط زي دي. طيب النبز كيف؟ تطلع المنبر وهذه الحكومة كفرت وهذه الحكومة ضالة وزي ما يعملوا الناس الليلة، بل ده اللي بيحبوا الغالب من الناس. شفت غالب الهمة دي؟ لو دار لك موضوع شيق يقول لك الإمام ده زول، ده إمام خطر زيه ما في أصله، بس أقعد تف الحكومة دي بس يا أخي والله تكيفوا كيف؟ يقول لك أنا الأول يوم الخطبة تخش لي في قلبي يا زول، وكان الخطبة الفاتت عن الجنة ما خشت لك وعن النار ما خشت لك في قلبك؟ يقول لك خشت لي في قلبي، الإمام ده زول راجل، يقول لك والله راجل رجالة. ويا أخواننا القضية ما قضية الشجاعة، القضية ليست شجاعة، إنما القضية شريعة مش شجاعة، شريعة. الشريعة ضبطتك، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يكلمه علانية، ما تكلمه علانية، ده النبي قال كده. نحن لو عرفنا الموضوع ده فيه فائدة لنا أو ما فيه فائدة، لو عرفنا ولا ما عرفنا هو فيه فائدة، لكن نحن لو عرفنا ولا ما عرفنا ها ننضبط. ما تقول لي طيب ليه؟ ما تقول لي ليه؟ ليه دي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو بتقدر؟ لأنه ما أنا قلت حرام، قال هو كويس. فليه برضو معلل يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا ننازع الأمر أهله، ما تنازعوا، ما تتكلم عنه، لأن هذا مما يثير الفتنة. أول ما جيت تكلمت وفي خيرة مكسرة ويجب على الحاكم يفعل، وفي أشياء ويجب على الحاكم يفعل، أيوة الناس طوالي هيجت ضد الحاكم، والتهييج ضد الحاكم هو السبب الأول للثورات، السبب الأول للفساد، فساد. والفساد ده بعدين بتترتب على أشياء حتبكي منها أنت ده ولا لا ما بتشوفها. الآن لاحظ للناس من سوريا، ربنا يرفع عنهم الكربة ويعينهم، ناس يجوا للسودان. تخيل، هل سوري يوم من الأيام كان بيتخيل
انه يتسول. وفي التسول في السودان عليك الذي كان يتخيله يوم من الايام ما كانت تجي في باله، لكن الفساد ده الضرر بتاعه، ده الضرر. يعني تخيل معاي انت الان زوجتك في دولة تانية ولا في البلد دي، أسيت مرتك لو مشت ساية هلا براها وانت ما مشت معاها تلقى يدك في قلبك، وهلا قريبين المرة دي وصلت شيلوا دوك في التلفون، مرة وصلت ولا ما وصلت. تخيل معاي مرتك ومعاها طفل تمرك في دولة برا السودان برا، وتمشي هناك دايرة الناس يساعدوها، ودايرة الناس يساعدوها دي نافذة مفتوحة، خد تحيط أي خط انت دايره، ممكن يحصل شنو؟ أي شيء ممكن يحصل، وانت تضمن شنو؟ هو يا أخي نحن بنات المسلمين الليلة بمرقم من البيت بيمشي الجامعة، ها؟ تمرق من البيت تمشي الجامعة، يومين ثلاثة سنة سنتين بيجيك تقيلة، هذا الجامعة قريبة هذه بجاي. تخيل معاي ده معاي إنه أهلها قاعدين وتمشي وتجيون يومي، ها؟ فكيف ببيت براها في دولة بعيدة ما عندها زول يقدم لها حاجة؟ شنو بتتوقع يحصل؟ توقع أي حاجة، ده فساد. والناس كثير منهم قد ما يتعظوا يا أخواننا، قد ما يتعظوا بالنصوص، لكن يتعظوا بالشر اللي بيحصل والفساد اللي بيحصل. ولذلك يا أخواننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ألخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يكلمه علانية وليخلو به، هذا مما يفيد سد باب الفتن يا أخواننا، سد باب الشر، سد باب الضرر اللي الآن ضر الناس. الناس تتعظ يا أخي من الدول اللي أهلكت الليلة، البلد دي لو فقد فيها الأمن لساعات، خليك من أيام وسنين، ساعات يا أخواننا ساعات، لو اتفقد فيها الأمن وانحلت الحكومة وانفرط الأمر لساعات بس، انت حتذوق الأمرين. وأذكركم بيوم واحد، اليوم بتاع جونقرن، لما مات جونقرن وانفرط الأمر في الخرطوم شفتوا اللي حصل بعينكم، أنا شفته بعيني، واللي شفته ده بيخلينا نتعظ واتأدب، شفته بعيني. بنات شريفات ومحترمات بيغتصبون في الشوارع، امرأة بتبكي قدامينا قالت بناتي اثنين ساقوين، بنات صغار في الأساس يفعلوا بالوحدة الفاحشة 10 أنفار ورا بعض، لمن تموت في اللفة دي هنا ده 10 أنفار ورا بعض، يقوم ده ينجدك 10 ورا بعض، ده فساد بتاع يوم واحد. سبب الفساد ده بيجي من الأول بشنو؟ بيجي بالكلام، وأول الشر قطرة، والقطرة كلام، كلام يا أخواننا. لذلك العلماء ده ابن عثيمين والفوزان وغيره من أهل العلم قالوا سبب الخروج باليد والسيف سبب الكلام، أول ما تكلم وده أهان الحاكم في المنبر وده تعرض له، وأزالوا هيبة الحاكم، أزالوا هيبة الحاكم في النفوس، وجروا عليه الشعب بقى بتجرأ، أي سفيه بتجرأ على الحاكم. بعد ده خلاص انفرض زمام الأمر، والله بعد ذاك ما تأمن على نفسك، مش خلي نسوانك اتدى كراجل، زور راجل وشاب وما شاء الله صحة وعافية، والله ما تأمن على رقبتك، والله انتهكوا شرفك انت ذاته، ما بتأمن إذا انفرط السلطان. ولذلك يا أخواننا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يتكلم معهم علانية، هذه هي الحكمة. والدولة يا أخواننا والحكومة متى ما كانت مسلمة، وإن كان فيها فساد، وإن كان فيها فساد ففيها من الخير أكثر من الفساد اللي فيها. أقلها حفظ الأمن وحفظ دين الناس وأعراضهم. عموما الموضوع ده لسه فيه تفصيل، لكن نسبة للجو ممكن مرة تانية إن شاء الله نزيد فيه من الكلام ومن الأدلة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.